طبعا كل المرشحين توجهوا للتقديم، وده يعتبر عرس ديمقراطي، ودي المرحلة الرابعة من خارطة الطريق، ونتمنى ان يكون بداية خير استمرار الدولة المصرية العظيمة. المفروض ان اللجنة العليا للانتخابات كانت يبقى في نظام اكتر من كده شوية، لان الشبابيك زي ما حضرتك شايف كده الشبابيك عليها اكتر من واحد، هما اتجهوا بعد كده ان هما ياخدوا بالارقام، يلاقوا ارقام عن طريق السماعات، فالامور بدات تتحل الحمد لله كويسه. الوضع هو مستقر، حصل شويه مشادات كلاميه في البدايه عشان خاطر الناس كانت عايزه تخش في غير دورها، عايزه تخش بواسطه او غيره، بس الامور كلها استقرت دلوقتي الحمد لله.